عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ هانا رجعت لكم بفلوج جديد. المهم المره اللي فاتت كنت في زرت مدينه اكادير ومدينه تيزنيت. اللي مازال ما شافتش الفيديو غادي نخلي ليها الرابط اسفل الفيديو. ومن بعد دزنا لمدينه الصويره. المهم هنا كرينا واحد الدار، انا غادي ندير لكم فيها واحد الجوله خفيفه باش تشوفوا كيفاش دايره. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش كيف العاده تخليوا ليا جيم وكومونتير، راني كنجاوب على جميع التعاليق ديالكم ان شاء الله. ودابا خليكم معايا تشوفوا تتمه الفلوق. المهم كما كتشوفوا هاد الدار فيها، ولا هاد لابارتمون فيها بيت نعاس، فيها داك السيجور وواحد الصالون ومراح كوزينه. المهم يعني غير باش يقضي الواحد، ديجا لقينا العائله هما اللي سبقونا للصويره، كراو هاد الدار وحنا وصلنا عليهم ودوزنا هنا واحد اليومين. صراحه مدينه الصويره مدينه رائعه جدا، زوينه ومبرده، مبرده فيها البرد بزاف. منين كنا في تيزنيت واكادير كانت الحراره بزاف، ومنين جينا لهنا جانا البرد. يعني ثاني بدلنا السيستم، لبسنا الحوايج. وهنا هذه الكوزينه دايرين الغدا ديالنا، كوكوط كطيب، حيت هنا كتجي كطيب، بغيتي طيب غداك شاك كلشي كاين، كتلقاي الاواني في الدار وكذلك الثلاجه كلشي موجود. المهم من بعد ما تغدينا وارتاحنا خرجنا، درنا في هاد المدينه القديمه كيف ما كيسميوها، شفنا هاد المنسوجات التقليديه والصناعه التقليديه ديال بلادنا. صراحه داك الشيء زوين، تحفه تحفه، عجبنا بزاف. يعني شفنا كاع هاد المسائل ديال الصناعه التقليديه، كاين هاد الخزاف، كاين النقره، كاين الجلد، كاين بزاف ديال الاشياء الحمد لله. المهم استمتعنا صراحة من دوزنا هاد اليامات هنا في هاد المدينة. وغادي نخليكم مع واحد الجولة خفيفة معايا هنا في هاد المدينة القديمة، شوفوا حتى نتوما وتكتشفوا اشنو كاين، وحتى اللي بغات تجي وما عرفاش فين تمشي داكشي، المهم تعرف مدينة الصويرة وتعرف فين تدور وكلشي ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا هاد الزرابي حتى هما واحد الصناعه اللي رائعه بزاف في بلادنا. المهم هانتوما كتكتشفوا معايا كتشوفوا هاد الاشكال الزوينه. Thank you.
وهذا الصباح ثاني ديال الغد ليه كما كتشوفوا. المهم غنشارك معكم التفاصيل. وجدنا فطورنا كما كتشوفوا، المهم الاغلبيه شريناه، عمرنا اتاي ديالنا، فطرنا مزيان الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. ودابا ثاني غادي نخرجوا وغادي نديكم معايا كيف العاده. ومن بعد جينا درنا شويه في لاكوت، المهم غير درنا، الوليدات ما تبحروش حيت بارد الحال. المهم مدينه الصويره راه البرد كما كتشوفوا، الرايه المغربيه راه الريح كي هذا كيحركها، داكشي علاش ما تبحروش. غير درنا شويه جلسنا في لاكوت، درنا في البلايص الاخرى اللي غتشوفوا معايا. وكما كتشوفوا معايا مدينه الصويره كتميز بزاف بالاسوار، الا لاحظتوا يعني كاينين الاسوار بزاف في هذه المدينه، وهي مدينه كتطل على المحيط الاطلسي، داكشي علاش كيكون الجو ديالها شويه بارد. هي مدينه سياحيه كيجيو ليها السياح بزاف، لا من الداخل ولا من الخارج. وكتميز كذلك فيها يعني الفنادق، فيها بزاف ديال الصناعه التقليديه، الفخار الاواني الفخاريه. وفيها كذلك مهرجان قناوه، يعني مشهوره بهذا المهرجان اللي كيجيو الناس بزاف. ومن بعد جينا ثاني لهاد البلاصه، بصراحه ما عرفتش الاسم ديالها. المهم هنا كطل على مدينه الصويره كلها، راه كما كيبان لكم تما البنيان والبحر حتى هو المحيط الاطلسي. المهم كل شيء هنايا كي وكاين هنا الجمال، يعني منظر رائع بزاف. صافي، وهنا كتكون سالت الجوله ديالنا في مدينه الصويره. كنتمنى نزورها ان شاء الله مره اخرى، واللي ما زرتهاش غير تزعم وتمشي ليها غتعجبها بزاف. كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم او الفلوق ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، واكتشفتوا معايا هذه المدينه الرائعه. وانتظروا الفلوق القادم في مدينه اخرى، واللي عرفت شكون هي المدينه اللي زرت من بعد الصويره تخليها ليا في التعليق. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.